في مجال الزراعة والأمن الغذائي يوجد مراكز بحثية متميزة قامت بتطوير أبحاث وطرق متقدمة للمحاصيل المعدلة وراثياً لزيادة الإنتاجية المحصولية وإنتاج محاصيل تتكيف مع الظروف المناخية وندرة المياه وملوحة التربة. كما يوجد معهد المعايرة منوط بوضع المعايير للأجهزة والقياسات التي تتماشى مع المعايير العالمية وإجراء البحوث المتقدمة في العلوم الهندسية والتطبيقية. كما يوجد معهد بحوث الإلكترونيات ومعهد بحوث البترول ومركز بحوث وتطوير الفلزات والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.